السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، جيتكم بتجربة خطيرة جدا اليوم. هذه التجربة لديها علاقة بالناس بطبيعة الحال. ما يقارب 5 سنين 6 سنين، لا أتذكر، أتوقع 5 سنين، ما يقارب 5 سنين لم أقم بفعل هذه التجربة، واليوم قررت عودها لأنني اكتشفت بأنني لازلت مدون بعض من التجارب. صراحة تخيل سنين هاتي وأنا لازلت مدون بعض من التجارب، لأن صراحة الأفكار لا ينتهون. يجب عليكم العودة فقط والبحث واستكشفون بأن هناك أفكار خرافية في هذه اللعبة جي تي 5 لازلت بعد لم أقم بفعلها. وعندما اكتشفت هذه التجربة قلت يجب علي فعله. وكذلك هناك تجربة أخرى تشبه هذه التجربة. الشيء الذي فعلته هو أني قمت ببناء هذه الكونتينرز في السماء وأنشأتها على شكل طريق، وبعدها قمت بوضع هنا أكثر من 120 شخص، هنا أكثر من 120 شخص لدينا رجال ونساء كذلك، وقمت يا رفاق بوضع حاوية على اليمين وحاوية على اليسار كذلك. ولقد سمعتم صرختهم بطبيعة الحال، مع الأسف لأنهم خائفون وعرفوا الشيء الذي سيحدث. أول شيء سنفعله هي أننا سنقوم بتجربة سيارة زينتورنو بطبيعة الحال. سيارة زينتورنو يا رفاق الأوفياء هي السيارة الأولى التي سنجربها، وبعدها شيئا فشيئا تدريجيا سنرفع التحدي. وهي لكي نكشف سيارة زينتورنو. هل تعتقدون بأن سيارة زينتورنو ستستطيع الدفع 120 شخص هؤلاء الموجودون هناك، أم أن بعض من الأشخاص لن نستطيع دفعهم؟ أتوقع بعض من الأشخاص لن نستطيع دفعهم، لست متأكد الشيء الذي سيحدث. المهم 3 2 1 لايك يا رفاقي المقطع، دمروا بطاطا زي لايك وانشروا مع أصدقائكم، وهي اللي كاين بدأ التحدي. بوم لكن بدأوا في الصراخ، بدأوا في الصراخ، رقب رقبوا. أنا الآن ضغط على الأكسيريشن. واو حصلت على نجمتين، يجب علي أحد النجمات، لأن التحدي يجب علي الحصول على نجمات الشرطة. المهم لقد اكتشفتم الشيء الذي حدث ببساطة يا أصدقاء، الأمر صعب جدا. لماذا؟ لأنكم لن تستطيعوا مع الأسف اختراق 100 شخص، ولن تستطيعوا دفع 100 شخص إذا جئتم بسيارة زينتورنو. سأتوقف الآن، لا أريد قتل المزيد. رقبوا إليك، رقبوا، قمت بإسقاطهم. المهم سيارة زينتورنو فشلت في التحدي مع الأسف، ولم تستطع دفع 100 شخص. استطاع الناس إيقافنا، لكننا قمنا بقتل البعض. بعض من الناس لقد مات، ولكن أغلب الناس استطاعوا إنقاذنا، والناس في الخلف فإنهم لم يتأثروا ولم يتأذوا نهائيا. الآن سنرفع التحدي، الآن سأظهر لكم السيارات التي سنقوم باستعمالها في هذا المقطع. أول سيارة زينتورنو، بعدها سيارة الوحش، بعدها الباص، بعدها القاطع يا أصدقاء، بعدها شاحنة الرمال، وبعدها الدبابة. في التحدي الثاني سنستعمل هذه سيارة الليبريتر. أتوقع بأن هذه ستستطيع دفع الجميع صراحة بلا أي كذب. أخبرونا في الردود، هل تعتقد بأن هذه ستستطيع الدفع ذلك العدد هائل جدا من الناس؟ اكتشفت شيء عجيب جدا في اللعبة. ببساطة إذا قمت بفعل سباوني لأكثر من 200 شخص، الشيء الذي سيحدث بعض من الأشخاص فإنهم ينزلون وسط من هذه الكونتينرز، كأن هذه الكونتينرز غير موجودة. المهم 3 2 1 ليتس جو ليتس جو ليتس جو. رقب الشيء الذي سيحدث. سأتفوق منهم. سيارة الليبريتر فإنها لم تستطع يا أصدقائي دفعهم، لكنها استطاعت المرور فوق منهم. رأيتم؟ استطعت دفع تلك. رقب رقب، دفعت ما يقارب 5 أشخاص فقط لا غير. سيارة الليبريتر صراحة أدهشتني. تلك الفتاة ماتت في السماء وزالت متوقفة. رأيتم؟ أي شخص مات فإنه يتوقف في السماء. وسيلة النقل الثالثة هي الباص. الباص بطبيعة الحال. أخبروني أصدقاء، هل هذا الباص سيستطيع تدمير ذلك العدد الهائل جدا وسيستطيع دفعهم أم لا؟ أم أننا سنصعد فوق منهم؟ أتوقع بأننا نستطيع الصعود فوق منهم. أتساءل فقط، هل ذلك العدد الهائل سيستطيع إيقاف الباص، أم أن الباص سيمر عليهم كأنهم لا شيء؟ حسنا 3 2 1 الطائرة تطير، ونحن سنفعل هذا التحدي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. رقم الشيء الذي سيحدث. بوم. اضغط على الاكسير. ساتوقف، لن اضغط على الاكسيريشن، وساخبركم لماذا. لان منطقيا كان علي دفعه منذ البدايه، لا يجب على الباص نهائيا ان يتوقف، لكن الشيء الذي حدث هو ان الناس الاوائل لقد قاموا بايقافي مثل سيارات زينتورنو. ورايتم الباص تلطخ بالدماء، يعني اننا قمنا بقتل 12 اشخاص. اذا جئنا الى هنا ستلاحظون باننا قمنا بقتل 1 2 3 4 5. الفتاه كذلك لقد ماتت. قمنا بقتل 5 اشخاص ضمن اكثر من 100 شخص. امر جيد صراحه. لماذا؟ لان 5 أشخاص استطاعوا إنقاذ هؤلاء الأشخاص كلهم، والباص مع الأسف لم يستطع دفع ذلك العدد، لأن الهدف هو دفعه من الضربة الأولى وليس السياقة ومحاولة دفعهم والمعاناة منذ البداية. استطعنا دفع فقد دفعنا، إذا لم ندفع فإننا فشلنا في التحدي. الباص فشل في التحدي. سأعيد إظهار الصورة الأخرى لكم. بالنسبة للشباب الذين لم يقوموا باختيار سيارة، ضعوا اسم وسيلة النقل التي ستستطيع إنهاء التحدي. بقيت الآن لدينا 3 وسائل للنقل. لدينا القاطع، تلك الآلة الخاصة بالقطع. لدينا كذلك
شاحنة الرمال ولدينا الدبابة. أخبروني أصدقاء أي هذه الوسائل المتبقية هي التي ستستطيع إنهاء هذا التحدي بنجاح. سنستعمل حاملة الرمال الآن. حاملة الرمال بما أنها عالية في الأرض منطقيا الشيء الذي سيحدث هي أنها ستصعد فوق منه. هيا لكي نكشف الأمر. هيا لكي نرى. راقبوا 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 راقبوا. واو استطاع الدفع. لكنها صعدت فوق منهم. يا سلام سقط معي شخصان فقط. امر عجيب حدث يا اصدقاء. اعتقدت بانها ستستطيع دفعهم. بالفعل استطاعت دفع ذلك العدد هنا في البدايه. وبعد الشيء الذي قررت فعله تلك الشاحنه هي انها صعدت فوق من هذا العدد الهائل جدا. وبعد الشيء الذي حدث لقد سقطنا كما تشاهدون وسقط معنا عدد قليل جدا من الاشخاص. لحد الان وسيله النقل الفائزه التي استطاعت جر معها عدد كثير من الاشخاص هي سياره الوحش. الان بقي لنا القاطع وبقي لنا التحدي الأخير وهي الدبابة. لحظة التحدي تحدي القاطع يا أصدقاء. لماذا هذه السيارة تم تسميتها القاطع؟ ببساطة لأن لديها تلك الأشياء تستطيع أن قطع يا رفاق أي شيء. ولقد قمنا باستعمالها في ثقب الحائط إذا تذكرتم عندما قمنا بسرقة بنك أوف ذا ريزيرف الخاص بأمريكا. أتوقع عندما قمنا بسرقة الذهب أخطر ميشن تقريبا في لعبة جي تي أي 5 وأخطر سرقة. هيا لكي نقوم بتجربة شاتين يمكنكم سياقتها بالطبيعة الحال. قليل من الأشخاص هم الذين يقومون بسياقتها ببساطة لأنها ثقيلة جدا ويجب عليكم استعمال الموضات لكي تستطيعوا استعمالها او يمكنكم استعمالها في المهمة. نسيت صراحة هل انتم من يقوم بتفجير الحائط ام ان كاتسين فقط يعني لن تستطيعوا التحكم فيها. اتساءل ومقدمتها لا يمكننا التحكم فيها مع الاسف. انا الان احاول رفعها وتشغيلها لكن لا يمكن. المهم 3 2 1 هل سنستطيع دفع هذا العدد هائل جدا من الناس كل هذا والمزيد سنكتشفه بعد لحظات. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس. واو وصلت رقبوا. واو استطعت دفعهم لكن لقد توقفت يا اصدقاء. سنحاول دفعهم الان. واو استطيع دفعهم لكن مع الاسف لا يمكنكم يا اصدقاء دفع عدد كثير جدا من الاشخاص. اذا ضغطت على ار هذه الطريقه لا يمكنكم مع الاسف دفع عدد كثير من الاشخاص ببساطه لان محرك هاتفي فانه ضعيف جدا. سانزل فقط لكي اظهر لكم في امكان الاستمرار في الدفع وساستطيع دفعهم لكن مع الاسف الشديد فانها لم تنجح في التحدي ببساطه لانها لم تخترق الناس وقامت بقتل فقط في اقاليل رايتهم لكنها عصرت الناس جميع الناس فانهم معصورون الان في الخلف. ساحاول الاستمرار في دفعهم يا رفاقي لا تقلقوا فقط لكي اكتشف هل يمكنها اختراقهم ويمكنها دفع الجميع ام لا. نقوم بملء المحرك بتلك الطريقه الاكسيريشن. نعم نستطيع دفع الناس كما تشاهدون يمكن دفع الناس لكن اي سياره صراحه كذلك الباص يستطيعوا فعل هذا الشيء. اذا ركزتم جيدا فاننا نستطيع دفع الناس. واو 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 واو, واو. ساسجل لكم اللقطه هنا وساظهر لكم الفيو من الجانب الاخر. يا راقب 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 عدد هائل جدا من الناس سيسقطون في اي لحظه الان. بالفعل القاطع سيستطيع دفعهم لكن لا استطيع اسقطهم شي لا بل استطيع لا سمتك. انا احاول اسقطهم. ساعود قليلا لورا لكي احصل على اكسيريش. نعم بالفعل. بعدما عدت للخلف وقمت بالغش استطعت اسقاط عدد هائل جدا من الناس. رغم كل هذا شاحنه القاطع لقد فشلت في فعل التحدي. الان لحظه تجربه الدبابه. لحد الان لدينا فائز وحيد وهي سياره الوحش لان سياره الوحش هي الوحيده التي استطاعت دفع عدد كبير جدا من الاشخاص في الضربه الاولى منذ البدايه بدون ان نتوقف بدون نعود للخلف بدون ان نعيد فعل اكسيريشن. لكن بالنسبه للدبابه لدينا يا رفاق هذا الخاص بالصواريخ اتوقع بانه يمكن استعماله لمصلحتنا لكي نستطيع فعل هذا التحدي. لست متاكد لكن هذا ما سنقوم بتجربته. 3 2 1 راقبوا الشيء الذي سيحدث. راقبوا الشيء. دبابة سريعة شاهدوا. ولقد شاهدتم الفائز يا اصدقاء بهذا التحدي. الفائزية الدبابة العسكرية شيء جنوني لم اتوقع نهائيا بان الدبابة العسكرية هي التي ستفوز في هذا التحدي. بسرعة اخرج قبل ان نغرق لان مع الاسف اذا نزلنا مع تلك الدبابة سنغرق. واو امر جنوني. رحبوا الناس لقد سقطوا. من مات لقد مات ومن لم يموت فانه سينجو بحياته وسيبدا في السباحة. شاهدوا عدد كثير جدا من الناس لم يموتوا فانهم سيبدأون في السباحة. الآن هذه المنطقة فإنها أمين لا يوجد فيها قرش لكن عدد هائل جدا من الأشخاص لقد ماتوا مع الأسف في السماء وهذا شيء محزن. عدد الناس المتبقي فوق من الحاويات قليل جدا وشاهدوا المكابح الخاصة بالدبابة لقد استطاعت اختراق المنطقة. هذا كثير من الدماء بطبيعة الحال ودفعت
عددا هائلا جدا من الناس ما يقارب النصف. الدبابة هي الفائز في هذا التحدي، استطاع دفع عدد هائل جدا من الأشخاص صراحة. الناس الذين أصابوا هم الذين ماتوا، وبالنسبة للذين لم يتأدوا كثيرا الشيء الذي حدث نزلوا في الماء ولم يموتوا يا رفاق، وهذا أمر رائع بالنسبة لهم. وسأكون قد وصل في نهاية هذه التجربة، تجربة خطيرة جدا. إذا عجبتكم فلا منكم دعموا الضغط على زر لايك وشر مقطع مع أصدقائكم. كذلك نحن كان معكم ياسين، سمعكم الله ولدي الله صديق ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختامة.